تفتتح هنا ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. ولدى وصول صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى المركز الدولي للمؤتمرات بكينتيلي ببرازافيل، وجد جلالته في استقباله رئيس جمهورية الكونغو برازافيل فخامة السيد دينيس سانسون غيسو الذي تشهد بلاده اليوم حدثا خاصا وتستقبل ضيفا كبيرا هو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد ويؤكد باستمرار التزامه الراسخ إلى جانب أشقائه الأفارقة بتفعيل التعاون جنوب جنوب الهادف والفاعل والمبتكر، والذي ينطلق من الخبرات الملموسة لصالح إفريقيا متكاملة لفائدة تطوير القارة من خلال مبادرات واقعية ومسؤولة تتجسد في مشاريع استراتيجية ذات منفعة متبادلة من أجل التنمية المشتركة والإقلاع المشترك في إفريقيا. وحضور جلالة الملك اليوم في قمة العمل الإفريقية ومشاركة جلالته الفعلية في قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو سترفع من مقام هذه القمة وتعطيها دفعة نجاح أقوى، اعتبارا للدور البارز لجلالة الملك حفظه الله لتسخير كل الجهود لضمان التنمية المشتركة الإفريقية بما يضمن دعم اقتصاديات الدول الأعضاء في هذه المنظومة الإفريقية. وتنويه إفريقي بحضور جلالة الملك وتركيز على دلالات الحضور ومعانيه ورمزيته وشكلياته والنتائج التي تتحقق بفضل حضور جلالة الملك وما تخلقه في كل المناسبات من آثار وأصداء إيجابية. وتم في بداية حفل الافتتاح عرض شريط عن حوض الكونغو والتحديات البيئية التي تواجهه والجهود المبذولة من أجل المحافظة عليه، ولا سيما إحداث لجنة المناخ لهذا الحوض الإفريقي الذي يمتد ليشمل حوالي 12 بلدا، حيث عمل المغرب على المساهمة بشكل فعال من أجل دعم هذه اللجنة التي أنشئت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغيير المناخ، والتي انعقدت في سنة 2016 بمراكش. وهناك كانت الانطلاقة الفعلية لهذا الورش البيئي الطموح. تطمح لجنة حوض الكونغو إلى تعزيز مقاربة إيكولوجية للتدبير المندمج للنسيج الغابوي والمائي بحوض الكونغو، الذي يعتبر رئة إيكولوجية عالمية ثانية، كما يعتبر رابع خزان للتنوع البيولوجي في العالم. Excellences, Mesdames, Messieurs, à présent, tout l'honneur et choix à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, invité d'honneur, invité spécial, de prendre la parole en premier pour son allouche. وخلال الجلسة الافتتاحية وأمام قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الخطاب التالي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة السيد دينيس ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو، فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أعبر عن صادق الامتنان لمضيفنا الجليل فخامة السيد دينيس ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو على دعوته لنا للاجتماع هنا في قلب إفريقيا الوسطى حول ورش كبير في مستوى هذا المشروع الجامع والمتكامل الذي يفتح آفاقا واعدة لحوض الكونغو على وجه الخصوص ولهذه المنطقة ولقارتنا بشكل عام. أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد انخرطت إفريقيا في مسار التحول بشكل لا رجعة فيه، فما لبثت هذه القارة تؤكد ذاتها وتفرض وجودها في تطلع دائم إلى المستقبل بكل ثقة واطمئنان، لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا ما يقف في طريقنا من تحديات عديدة، فما أحوجنا اليوم إلى إذكاء الوعي البيئي بما يوازي حاجتنا إلى التنمية الشاملة لقارتنا. اجتماعنا اليوم دليل على طابع الاستعجال الذي يكتسيه موضوعه بالنسبة للجميع، وهو في غاية الأهمية بالنسبة لقارتنا بل وللبشرية جمعاء، لما يجسده من وعي جماعي بالآثار المدمرة لتغيير المناخ على القارة الإفريقية. مسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا اليوم أن نتجند جميعا من أجل حماية التنوع البيولوجي في إفريقيا، إذ ما فتئ استنزاف هذا الموروث المشترك يتسبب في عواقب وخيمة على السكان في حياتهم اليومية، بقدر ما يقوض أيضا فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات التي تعتمد على هذا الرصيد في عيشها. ويحتل حوض الكونغو موقعا محوريا في قلب هذا الانشغال، وهو ثاني أكبر خزان للكربون، ثاني أكبر حوض نهري على الصعيد العالمي، مما يجعله أحد أكبر النطاقات الغابوية في العالم وموطنا لما يزيد عن نصف الأنواع الحيوانية في القارة الإفريقية. ومن ثم فهو يساهم في ضبط توازن المناخ على امتداد كوكبنا، ويجعل من إفريقيا رئة ثانية للعالم، وهو ما يضفي على اجتماعنا اليوم في هذا المكان بالتحديد أهمية بالغة في رسم معالم مستقبل هذا الرصيد الحيوي. يقول جلالة الملك: لقد أولينا اهتماما خاصا للقارة الإفريقية خلال القمة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ التي انعقدت بمراكش، وتأكيدا لهذا التوجه حرصت شخصيا على الدعوة لعقد القمة الإفريقية الأولى للعمل على هامش مؤتمر كوب 22، والتي جعلت من انبثاق إفريقيا كقوة صاعدة شعارا لانشغالها ورغبة في تكريس البعد العملي لأشغال تلك القمة. أحدثنا 3 لجان شبه إقليمية، هي لجنة منطقة الساحل ترأسها جمهورية النيجر، لجنة الدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل، لجنة حوض الكونغو ترأسها جمهورية الكونغو. وبفضل الدور الريادي لفخامة الرئيس دينيس ساسون غيسو، أحرزت اللجنة الأخيرة تقدما ملموسا من شأنه أن يمكن من تحويل التحديات المناخية في المنطقة إلى فرص استثمارية واعدة. قطعنا عدة أشواط على هذا الدرب منذ انعقاد القمة الإفريقية للعمل، فبعد توقيع مذكرة إحداث الصندوق الأزرق في أويو في مارس 17، تم اعتماد خطة أجراءته في برازافيل في نوفمبر 17، قبل أن يتم تسريع الخطوات التنفيذية لتفعيله خلال اجتماع عقد في شهر مارس 2018 بالرباط، بالمصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية المتعلقة به. وقد عبأت المملكة المغربية في جميع مراحل هذا المسار كل طاقاتها وسخرت خبرتها في مجال التصدي للتغيرات المناخية في سبيل تأمين أسباب النجاح لهذا المشروع الطموح. وقد آلينا على نفسنا دعم هذا المشروع الذي يمثل نهجا جديدا يراعي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمنطقة من خلال برامج مندمجة شمولية تضامنية تندرج في إطار الاقتصادين الأزرق والأخضر. وإن البعد الإنساني الذي يقوم عليه هذا المشروع هو ما يشجعنا على دعمه، إيمانا منا بالأهمية القصوى للمقاربة الرامية إلى إدماج السكان وإشراكهم في نجاح كل مبادرة من هذا القبيل. يقول جلالة الملك: انطلاقا مما يربطنا من أواصر الأخوة والتضامن الإفريقيين، نجتمع اليوم من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تهدف إلى حماية نهر الكونغو وتثمينه باعتباره موروثا إفريقيا نفيسا. وهذا هو واجبنا تجاه 200 مليون إفريقي وإفريقية يعيشون حول هذا الحوض، وهو
فضلا عن ذلك جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه إفريقيا ككل. فتفعيل الصندوق الأزرق ينبغي أن يكون مقرونا بتعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني بما يساهم في اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، ويكفل قيام نمط تنموي قائم على الصمود في وجه هذه التغيرات. ويعتبر تمويل هذا المشروع أكبر تحد أمام تفعيله، وهو ما يدعونا إلى ابتكار واستحداث الآليات الكفيلة بتقييم وتعبئة ما يتطلبه من موارد مالية مع ما يستدعيه ذلك من جهد لإقناع المانحين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في القطاعين العام والخاص بجدوى الانخراط فيه. ولا يخامرنا شك في أن إرساء الصندوق الأزرق سيفضي حتما إلى إطلاق دينامية إيجابية تتمخض عن جملة من المشاريع التي من شأنها أن تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء وتعزز بنيتها. تساهم هذه الدينامية أساسا في تحسين المسالك المائية الداخلية، تهيئة الموانئ الصغيرة، تطوير الصيد المستدام فضلا عن مكافحة تلوث المجاري المائية، وتقوية شبكات الري في أفق الارتقاء بمستوى الإنتاجية الفلاحية. والأمل معقود على هذا النمط الاقتصادي الجديد القائم على الماء وحسن تدبيره ليشكل رافعة للتنمية المستدامة التي نتطلع إليها جميعا. يقول جلالة الملك: من المعلوم أن نقص الأغذية وتراجع احتياطات المياه إلى جانب الانعكاسات المترتبة عن التغيرات المناخية تدفع أفواجا كبيرة من السكان إلى الهجرة وتساهم في إضعاف الدول وتفشي الهشاشة فيها. فهل يعقل أن 320 مليون إفريقي وإفريقية لا يحصلون على الماء الصالح للشرب، بينما يفوق مخزون المياه الجوفية لقارتهم 5000 مليار متر مكعب؟ وتستمر هذه المفارقة الصادمة في التفاقم ما لم نعجل باحتواء تداعياتها خلال السنوات المقبلة لتفادي ما قد يفضي إليه التغير المناخي من تدهور في الأراضي وندرة في الموارد المائية، سيما في ظل تراكم الطمي والتلوث الذي يهدد المسالك المائية الصالحة للملاحة البالغة مساحتها 25,000 كيلومتر مربع. وهذا ما يدعونا إلى التعبئة الجماعية التي يعد التئامنا في إطار هذه القمة خير دليل على وعينا بأهميتها وقدرتنا على تحقيقها. ويقول جلالة الملك: يتمثل تحدي تنمية حوض نهر الكونغو في إحداث دينامية قوامها التعاون من أجل التنمية المستدامة، بحيث يتجاوز نطاقها الدول المطلة على الحوض ليشمل كل ربوع القارة الإفريقية. ومن هنا فلا سبيل أمامنا لحماية الرئتين اللتين يتنفس بهما العالم اليوم إلا بجعل كسب هذا الرهان طموحا جماعيا لإفريقيا والعالم ككل. إن الموارد الطبيعية والبيئية التي تزخر بها قارتنا تجعل منها أحد أهم الفاعلين في هذا المجال، سيما بالنظر إلى ما تختزنه أنهارها وأحواضها الواسعة من ثروة ثمينة نفيسة تتمثل في الماء. وقد أضحى الماء بحكم ندرته هدفا لكل الأطماع، فلنكن واعين بقيمة ثرواتنا وبما نملك من قدرة على الابتكار تدعونا لتوحيد طاقتنا وتعزيز الثقة في مؤهلاتنا. فبهذا النهج وحده سنتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيلنا، ونرسي نموذجا رائدا كدول قادرة على التحكم في زمام أمورها وتغيير واقعها من منطلق الرؤية والطموح اللذين يوحدانها، والأخذ بالأسباب الكفيلة بقيام قارة موحدة تعتز بهويتها المتعددة وبجذورها المتنوعة وتمضي بخطى ثابتة على درب التقدم. ويقول جلالة الملك: في خضم سعينا لبناء إفريقيا الغد تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على البيئة، وصفها أساسا لانبثاق قارتنا كقوة جماعية صاعدة، والتي سيشكل بدوره قاعدة متينة لصرح النمو الاقتصادي الشامل والذي ننشده جميعا. وبالتالي ينبغي أن نعمل سويا على مراعاة ارتفاع حرارة الأرض وما يتصل به من مخاطر في مختلف سياساتنا، وعلى تحويل اقتصادياتنا بما يجعلها تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. إن حضورنا هنا اليوم لا يجسد حرصنا على وضع
وضع هذه القضايا في صدارة اهتماماتنا وإيلائها الأولوية القصوى في جهودنا، ويؤكد عزمنا الراسخ على تفعيل مبادرات ملموسة كفيلة بصون حقوق الأجيال القادمة. ولن تدخر المملكة المغربية أي جهد في سبيل تفعيل المشاريع الكبرى المهيكلة لقارتنا، وستتجند لهذه الغاية بكل ما لها من طاقة وعزم وإصرار. ومن هذا المنطلق يتعين القطع مع كل التصورات التي تتوجس من المخاطر المرتبطة بالتحديات الأيكولوجية، وذلك باعتماد منظور يركز على استثمار الفرص التي تنطوي عليها. تلكم هي روح التزامنا المشترك اليوم، التزام عنوانه المسؤولية المشتركة والتضامن الإفريقي.